حسب قدر الله. مشاهدينا الأعزاء، بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الرجل حسب قلب الله. بندعي كل رجل النهاردة في كل بيت، في كل كنيسة، في كل مجتمع، حتى لو ما كانش في كنيسة، في المكان اللي انت فيه النهاردة، رب وفر فرصة رائعة من خلال الفضائيات ومن خلال الإعلام المسيحي انك تقدر تسمع كلمة ربنا. يمكن ناس موجودين في حتت، في أماكن متطرفة، ما فيش كنيسة حية حواليك، أو ما فيش مكان بتقدر تتغذى فيه، أو يمكن ظروفك ما بتسمحش انك انت تروح مكان تسمع فيه كلمة الله. لكن رب النهاردة جايب كلمته لغاية بيتك، لغاية مكانك. النهاردة بشكر رب لأجل الفضائيات ولأجل التكنولوجي اللي سمحت لينا النهاردة أن احنا وإحنا في مكاننا الله يقدر يخترق حياتنا ويخترق ظروفنا ويقدر يتكلم إلينا في كل مكان. عشان كده بصلي فعلا، ياريت نصلي لأجل الخدمات دي، نصلي لأجل البرامج، نصلي لأجل القنوات المسيحية اللي الرب أوجدها علشان تكون سبب بركة وسبب غذاء روحي لحياتك الروحية. بتشجع قوي النهاردة أنه أدعو كل رجل وكل شاب وكل حتى ولد أنك تعالى النهاردة، تعالى وانت هات ورقة أو هات قلم واكتب الشواهد اللي هناخدها وشاركها مع أصدقائك، أو اعمل مجموعة من الرجال اجتمعوا في معاد البرنامج الثابت اللي بيجي حسب القناة اللي انت بتسمعوا فيها، وثبت المعاد واجتمعوا مع بعض. وأنا أعرف ناس كتير بيعملوا كده، بيجتمعوا وياخدوا التعليم مع بعض وبعد كده بيقعدوا يحكوا فيه سوا ويصلوا سوا، وهيكون سبب بركة. لو ما عندكش اجتماع للرجال في كنيستك، أو تعالى جمع مجموعة من الرجال واجتمعوا حوالين البرنامج، أو سجل البرنامج واعملوه في وقت أنتوا يكون مناسب ليكم، ويخليه ده يكون سبب بركة أنه يخلق في كنيستك وفي المكان اللي انت فيه او في المجموعة اللي انتوا فيها. يمكن عندك شلة، عندك اصحاب، عندك مجموعة بتخرجوا سوا او بتتقابلوا مع بعض. خلي عاداتكم بنائية، خلي واحدة من المرات اللي بتتقابلوا فيها اجتمعوا حولين برنامج الرجل بحسب قلب الله. ده مش برنامج حد بيقدمه، لكن ده الروح القدس عايز يوصل ليك نور جديد وتعليم جديد يبني حياتك الروحية. تعالى النهاردة بقلب مفتوح، تعالى بذهن مفتوح، تعالى بعينين مفتوحة، تعالى باستعداد انك انت النهاردة تسمع وتتغير، واتجاه قلبك واتجاه حياتك تتغير. التعليم مش مجرد معرفة ومعلومات، لكن التعليم هو التغيير، اني اتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. عندنا النهاردة حلقة جديدة بموضوع جديد وصفة جديدة من صفات الرجل بحسب قلب الله. يا ترى الرجل بحسب قلب الله مفروض يكون شكله ايه؟ يكون زي قلب ربنا، كما في السماء كذلك على الأرض. لو احنا عايزين نكون رجال بحسب قلب، مفروض نكون بنعكس صورة الله للمجتمع اللي حوالينا، صورة الله لأولادنا. كلم كل رجل النهاردة عنده أسرة وعنده بيت مسؤولية، تعالى النهاردة خلي بتعكس أبوة الله، بتعكس شخصية الله. بلاش، ناس كتير بيعانوا يمكن من طبيعتك او من طباعك او من امور قصور في شخصيتك، لكن النهارده تعالى اتعلم صفه جديده، اقعد اتعلم ازاي تكون رجل بتعكس صوره الله في البيت، بتعكس صوره الله في شغلك، بتعكس صوره الله في الجامعه او في المدرسه او في المكان اللي بتشتغل فيه او في الكنيسه او في حتى المجتمع اللي حواليك، حتى لجيرانك واصدقائك، حتى للناس اللي بيشوفوك، بتكون بتعكس صوره الله. عنوان حلقتنا النهارده هو رجل ثابت في عالم مضطرب. هو رجل ثابت في عالم مضطرب. هل احنا في عالم مضطرب؟ نعم. هل بنمر بظروف صعبة الأيام دي وخصوصا في بلادنا العربية؟ نعم. هل في اضطراب حواليا من كل مكان؟ نعم. يا ترى أنا قلبي ثابت ولا أنا كمان مضطرب؟ الحقيقة النهاردة أن هناك كثير من الرجال مضطربين بسبب العالم المضطرب.
احداث بتحصل في كل مكان، احداث بتحصل في بلاد هوريكينز وامور صعبه وعواصف وبراكين وزلازل. اليابان وفي امريكا الناس بتهرب من بلادنا العربيه عشان تروح لامريكا عشان ده مكان الامان. النهارده ما فيش امان على الارض، الامان الحقيقي هو في حضن الرب، الامان الحقيقي في مشيئه الله، الامان الحقيقي في خطه الله، الامان الحقيقي في شخص الله. مفيش امان في مكان، المكان مش هو الامن، مش عشان وجودك في مكان امن هتفضل امن، ممكن تبقى في مكان امن لكن تحصل مشكله في المكان ده. عشان كده النهارده الامان الحقيقي مش في العالم او في المكان او في اللوكيشن اللي انت فيه، لكن الامان الحقيقي في شخص المسيح يسوع. مش كده الرب النهاردة بيسمح بأمور صعبة في أماكن كتيرة مختلفة من العالم. العالم النهاردة على زي الجمر بيغلي، كل مشاكل في كل حتة وصعاب في كل حتة وإرهاب في كل حتة، ومفيش بلد خلت من المشاكل. أخبار مزعجة كل يوم، لو تسمع الأخبار كل يوم أخبار مزعجة. في كتير من الرجالة اللي أنا أعرفهم عايشين على الأخبار، عايشين بيفتح عينه يشوف الأخبار ويطلع من التلفزيون على الانترنت على اليوتيوب على كل الشانلز اللي بتعرفوا أخبار، وكل خبر مزعج أكثر من التاني. بكلم ناس النهاردة مضطربين جدا. رب النهاردة عايزك تكون رجل مختلف، رب عايزك النهاردة تكون رجل ثابت في عالم مضطرب، لأن الله ثابت لا يتزعزع، الله لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، الله ما بيتأثرش بالعالم المحيط به، الله فوق الاضطراب، فوق الطبيعة المضطربة. الله عايز يديك نفس الطبيعة دي، إنك تكون ثابت زي ما الله ثابت، تكون أنت ثابت في عالم مضطرب. عايز يديلك سلامه الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلبك وفكرك في المسيح يسوع. داود بيحكي في مزمور 57 وعدد 7 بيقول كده: ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، استيقظي يا مجدي، استيقظي يا رباب ويعود. طلع آلات الترنيم وابتدي رنم للرب، غني ورنم وقول كده: أنا قلبي ثابت، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أنا أستيقظ سحرا أحمدك بين الشعوب يا رب، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك. ارفع النهاردة، علي مجد الرب، خلي الرب يعلى قدام عينيك. شوف الرب النهاردة أعلى من الظروف، أعلى من الطباع، أعلى من الاضطراب اللي حواليك في كل مكان. أنا عارف إن بلاد كتيرة النهاردة بتمر باضطرابات، لكن النهاردة أنا عايزك تصدق إن هناك إله عالي مجده يرتفع فوق كل الأرض، وده سبب ثباتك، وده سبب ثباتك إنك ثابت. وأعلن كده، اعلن بصوت عالي، رنمها، صليها، اعلنها بصوت عالي، اكتبها على 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 ورقه كبيره وعلقها وقول كده: ثابت قلبي يا الله، قلبي مش هيتزعزع، قلبي مش هيضطرب، قلبي مش هيخاف، قلبي مش هيسقط ويخور في داخلي بسبب الظروف اللي حواليا. مزمور 57 وعدد 1 نفس الايات اللي احنا قريناها بيبتدي اول المزمور. داود بيحكي عن الظروف اللي هو بيمر بيها، يقول كده لامام المغنيين، قال كده: مذهبه لداود عندما هرب من قدام شاول. لما داود كتب ثابت قلبي ما كانش قاعد في القصر بتاعه وحاطط رجليه في الميه ومتنعم بالامور وبعدين قال ثابت قلبي يا الله، لا ده كان هربان من قدام شاول. مزمور 57 اقرا، افتح كتابك واقرا معايا وشوف، او الايات هتكون موجوده قدامك على الشاشه. عندما هرب من قدام شاول في المغاره وصرخ للرب وقال له: ارحمني يا الله، لانه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي الى ان تعبر المصائب. قول يا رب النهارده، قول زي داود الكلمات دي، قول يا رب النهارده: ارحمني، احتمت نفسي بك، بظل جناحيك احتمي. يا سيد رب مصدق ان جناحاتك بتظللني، بحتمي بيك الى ان تعبر المصائب. في مصائب نعم، في ظروف صعبه نعم، رب بيسمح بيها نعم، العالم كله وضع في الشرير، لكن أنا محمي في إيده، شايلني على كفتي. الإله القديم لي ملجأ والأذرع الأبدية من تحت. كمل المزمور قال كده: أصرخ إلى الله العلي، إلى الله المحامي عني.
محتاج تدور على محامي، هو هيحامي عنك. داود كده بيقول له انت المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني، عير الذين يتهمني، يرسل الله رحمته وحقه، نفسي بين الأشبال، الضجع بين المتقدين بني آدم، أسنانهم أسنة وسهام، ولسانهم سيف ماضي. ارتفع اللهم على السماوات ويرتفع على كل الأرض مجدك، هيأوا شبكة لخطواتي، مؤامرات حواليا، انحنت نفسي، حفروا قدامي حفرة، سقطوا في وسطها. آيات رائعة، آيات رائعة. حفروا لنفسي حفرة، هيأوا شبكة لخطواتي. أمور مزعجة جدا، بتعمل إيه؟ خلي بالك الحفرة دي هيسقطوا فيها. يقول كده سقطوا في وسطها. وبعد الآيات وبعد الظروف اللي احنا بنسمعها واللي بيمر بيها داود ده، بيصرخ في عدد 7 ويقول إيه؟ ثابت قلبي. رغم كل اللي بمر بيه، رغم المؤامرات اللي حواليا، رغم الشباك اللي هيئوها لخطواتي، رغم انهم حفروا حفرة، رغم كل الظروف اللي بمر بيها، رغم ان اسنانهم اسنة وسهام، السنتهم سيف الماضي، كلامهم بيقطع، كلامهم في منتهى القسوة، عايزين ياكلوك ياكلونا. قال كده لولا الرب الذي لنا لابتلعونا احياء عند احتماء غضبهم علينا. هي دي الحالة اللي انت فيها؟ هو ده احساسك؟ هو ده اللي في قلبك؟ هو ده اللي شايفه حواليك؟ رغم كده تقدر تقول مع داود الرجل الذي بحسب قلب الله، قول له كده ثابت قلبي، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم كذلك مجدي. استخذ يعود ويا رباب، تعال بآلات الغناء وابتدي سبح الرب واحمده بين الشعوب وبين الأمم. مزمور 112 وعدد 1 بيبتدي كلمات رائعة جدا، بيبتدي بهاليلويا، طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه، نسله يكون قويا في الأرض، جيل المستقيمين يبارك، رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين. بص الآيات اللي جاية عن إلهك، اسمع الكلمات الرائعة دي. هو حنان ورحيم وصديق، سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرد، يدبر أموره بالحق لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. بص الآية دي بتقول إيه؟ اللي حاطت قلبه للرب، اللي بيفرح بوصاياه، المتقي الرب المسرور بوصاياه، اللي عايش في خيره، يقول كده لا يتزعزع إلى الدهر. الصديق يكون لذكرى أبدي، لا يخشى من خبر سوء. لما تسمع الأخبار السيئة ما تخشاش، ما تخافش، ما يضطربش قلبك، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، ما تخافش. إلهك أقوى من الظروف، إلهك أقوى من كل خبر طيب، خبر سيء. يقول كده لا يخشى من خبر سوء، قلبه ثابت متكلا على الرب. في أخبار سيئة حواليك، بتسمع أخبار مزعجة جدا في كل يوم كل لحظة، لا تخشى من خبر سوء، خلي قلبك ثابت متكل على الرب. يقول كده قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه. ثق في إلهك النهاردة، ثباتك مش لأنك أنت وحش وما تخافش أو أنت هتقدر عليهم، لا 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 لا، اوعى تقف قدام الشر. الحكيم يرى الشر فيتوارى لغاية ما يعبر. الرب يديك حكمة إزاي تتعامل مع الأمر اللي أنت فيه، لكن قلبك ثابت، لا تخشى من خبر سوء، قلبك ثابت متكل على سر ثبات قلبك في هذا العالم المضطرب، أنك متكل على إلهك، أنك مصدق أن إلهك أقوى وأكبر من الظروف ومن الاضطراب اللي حواليك. متكل على الرب، قلبه ممكن لا يخاف حتى يرى بمضايقه. مصدق أن الرب معاه، ما بيخافش. هيجي اليوم اللي هيشوف الرب بيتعامل إزاي مع الأشرار والمضايقين. شعية 26 وعدد 1 تكلم عن أغنية جميلة جدا، أغنية محتاجين نغنيها كلنا مع بعض. والكده في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية، وأنا نفسي النهاردة في هذه الأيام الصعبة الأغنية دي تبقى أغنية حياتنا.
في أرض يهوذا لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومترسا، افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البرة الحافظة الأمانة. عايزك تحفظ الأغنية الجاية دي، ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. توكلوا على الرب إلى الأبد، لأن في ياه الرب، في شخص الرب، في اسم الرب صخر الدهور. لأن في ياه الرب صخر الدهور. إله اللي أنت بتعبده هو صخرتك، هو صخر، هو الصخر الكامل صنيعه. عشان كده النهاردة لنا أغنية، لنا مدينة قوية، مش المدينة اللي احنا عايشين فيها، لا ده حماية، ده هو حمينا، ده هو مظللنا بخيره، ده هو في ملكوته وظل جناحيه، احنا هي دي المدينة القوية. الخلاص يجعل الخلاص أسوار ومترسة. الأمة البرة هي بس اللي تدخل المدينة دي وتدخل لحضن الآب. يقول كده: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجأي حصن إلهي وأتكل عليه، لأنه ينجيك من الوباء الخطر، من فخ الأشرار، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي. ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وبأ يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف، ربوات عن يمينك إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجاذات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك. لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. حبائي محتاجين نحفظ الكلمات دي، محتاجين ندخل في الستر العلي في ظل القدير نبيت. احنا مش بنبات عشان المكان ده آمن، احنا بنبات في حضنه، في ستره، في ظله، بخوافيه بيظللنا وتحت أجنحته بنحتمي. الأمة البرة تدخل الحافظة الأمانة، ذو الرأي الممكن اللي قلبه ثابت، اللي واثق في الرب، اللي رأيه ما بيتغيرش، تحفظه سالما سالما. ليه؟ لأنه عليك متوكل، لأنه عليك متوكل. مش كده بعد ما بيخلص الأغنية دي بيقول لشعب الرب: توكلوا على الرب لأن في ياه الرب صخر الدهور. هو الصخر اللي ما بيتهزش، اللي ما بيتزعزعش، هو سبب ثباتك طول ما انت فيه، انت في الصخر. يحكي الكتاب في سفر الأمثال عن الوبار، طائفة ضعيفة لكنها تحتمي في الصخر. رغم انه ضعيف ممكن تكون حاسس بالضعف، حاسس انك أقلية، حاسس انك انت الأمور اللي حواليك صعبة جدا جدا، واللي حواليك زي الوحوش، وانت ضعيف زي الوبار. لكن الوبار طائفة ضعيفة، الرب عطيها حكمة رغم ضعفها، لكنها بتحتمي في الصخر. رب عايزك النهاردة تحتمي فيه، تصدق انه في ياه الرب، في صخر الرب، في اسم الرب صخر الدهور. احتمي في الصخر النهاردة، خليك شخص ثابت، رجل ثابت في عالم مضطرب. مشكلة أحبائي انه لما الرجل بيضطرب بيتنقل الاضطراب والانزعاج لكل أهل البيت، بتعكس صورة القلب المضطرب والمنزعج والخايف، بتدي تأثر على زوجته وعلى أولاده، كل البيت يتملي بانزعاج. خليك مصدر للثبات، خليك مصدر للتعزية، خليك مصدر للراحة والسلام. لما يجوا هم مضطربين يجوا عندك يلاقوك ثابت، يحتموا فيك، يرتاحوا لما يسمعوا ويشوفوا ثباتك، مش بس في بيتك لكن حواليك وفي كنيستك وفي مكانك وفي مكان عملك وفي مكان دراستك. خليك ذو الرأي الممكن، صدق ان الرب هيحفظك سالما سالما لأنك عليه متوكل. عبرانيين 6 وعدد 18 يقول كده الكتاب: حتى بأمرين عديم التغير لا يمكن الله أن يكذب فيهما. الله ما بيكذبش وما بيتغيرش. إيه الأمرين دول؟ تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. لما نلتجئ للرب، لما نلجأ ليه ونتمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، هو رجأنا. يقول كده: الذي هو لنا كمرساة للنفس
زي ما السفينة بتيجي ترسي على المرسى وترتاح وتطمن انها على بر الامان بعد ما كانت في بحر مضطرب. النهاردة هو هيكون ليا كمرسات للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل الى مداخل الحجاب. رب يديك النهاردة تدخل الى المكان اللي فيه تحس ان نفسك بترتاح كمرسات للنفس. هو هيكون لينا كمرسات للنفس. لو حاسس انك انت في بحر مضطرب وفي عالم مضطرب وبحر هايج، تعال النهاردة ادخل لحضن الرب، ادخل الى مداخل الحجاب، ادخل لقدس الاقداس، ادخل لحضن الرب، وساعتها هتلاقي نفسك هو هيكون ليك كايه؟ كمرسات، كمرسات للنفس مؤتمنة. تعال النهاردة اتكل على الرب بكل قلبك. يقول كده الجبال تزول والاكام تتزعزع، احسانه لا يزول عنك وعهد سلامه لا يتزعزع، قال رحمك الرب. ايتها الذليل، رب يكلم الكنيسه النهارده ذليله مضطربه غير متعزيه. الرب هيبني بالاثمه حجارتك وبالياقوت الازرق يؤسسك، يجعل شرفك ياقوتا وابوابك حجاره بهرمانيه وكل تخومك حجاره كريمه وكل بنيك تلاميذ للرب، وسلام بنيك كثير بالبر تثبتين، بعيد عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك، هأنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي، من اجتمع عليك فإليك يسقط. رب عايزك النهاردة تصدق انك وانت في بيت الله وانت في واحنا ككنيسة احنا ما بنخافش، بنصدق ان احنا محميين. عالم مضطرب، عالم مضطرب، لكن انا ثابت، ثابت فيه، ثابت فيه. لا تضطرب قلوبكم ولا تنزعج يقول الرب. ما بالكم مضطربين، لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله أمنوا بي. صدق، تآمن بربنا، صدق أنه هيحميك وهيديك ثبات في عالم مضطرب. تعالوا نسمع الكلمات اللي جاية، ترنيمة مشجعة، رنمها وتعزى بيها معانا وبعد كده هنصلي مع بعض. شعر دافية في حضنك، ما انت الحصن اللي بيحميني. وقت شكوك الاقيك بتجيني، اصرخ ليك وانت تنجيني. والقى مشاعر دافية في حضنك، ما انت الحصن اللي بيحميني. يا اللي بتسمع انا بندهله، يا حمايتي بصرخ ربي
صلي النهاردة أن الرب يكون حماية ويكون معاك، بيحفظك من كل شر ومن كل اضطراب، ويجعلك رجل ثابت في عالم مضطرب. شوفك في حلقة جديدة وموضوع جديد وصفة جديدة من صفات الرجل بحسب قلب الله. وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلب الذي سيصنع كل مشيئة. رجل حسب قلب الله.